وإلى الأهلي في الصحف والمواقع، نبدأ بالأهرام. أيوب استعادة لقب دوري الأبطال الإفريقي هدفنا وتركيزنا الحالي على حسم الدوري. وإلى الأخبار، الأهلي يغازل الدرع الأربعين. ومع الجمهورية فتحي يجدد للأهلي قبل التوقف. وجريدة المساء، إصابة أزارو تفتح الباب لصلاح محسن في الأهلي. ومع الوفد، عبد الحفيظ يؤكد صعوبة مواجهة الأهلي والإنتاج. المصري اليوم، الأهلي يرفض إراحة الإساسيين لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الإفريقية. ومع الوطن، الأهلي يختتم تدريباته لمباراة الإنتاج. اليوم السابع، اليوم الأهلي يتسلم تقريرا عن منانا الجابوني قبل مواجهته إفريقيا. فيتو، السعيد وباسم يعودان لتدريبات الأهلي. الميدان، الأهلي يدخل معسكر مغلق ومدير الكرة يصف لقاء الإنتاج بالمهمة الصعبة. رياضة 24، مدرب الأهلي يوجه رسالة شكر للسفارة المصرية في الجابون. ومع يور سبورت عربية، حسام البدري يضع خطة لعبور الإنتاج. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.